اهلا بيكم في حلقه النهارده جديده في الويك اند الجمعه، وهنتكلم فيها عن نصيحه لكل من الابراج في حياته العاطفيه وطاقه كل برج عاطفيا، وايه النصيحه المناسبه لكل برج في العاطفه عشان حياته العاطفيه تبقى افضل واحسن. هنتكلم من اول النهارده من يوم 16 يوليو لحد يوم 15 اغسطس، يعني نصيحه والطاقه دي لمده شهر من النهارده. بصوا، مش هقول الابراج بالترتيب عشان دايما يعني في ابراج بتتظلم، لان دايما بقول مثلا الحمل في البدايه فبلاقي الابراج اللي بتيجي في الاخر بتتظلم، فالبرج اللي هيجي في بالي كده هقوم اتكلم عنه. فالنهارده هنتكلم عن الطاقه العاطفيه والنصايح العاطفيه لكل برج من الابراج. اول حاجه عايزاكم تقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، بما ان ده دردشه يعني. تاني حاجه قولوا لي بتتابعوني من فين، وانتم بتتصنتوا على برج ايه، وانتم برج ايه، واحكوا كتير كتير عن نفسكم تحت عشان اقرا الكومنتس. ماشي، نبتدي برج الجدي. برج الجدي، نصيحتي العاطفية ليك برج الجدي، هناك حيرة بتدور في عقلك، انت محتار عاطفيا وعندك حاجات كتير قوي بتدور في عقلك. حاول تستقر يا برج الجدي وتعرف انت عايز ايه بالظبط. الشخص اللي انت موجود في حياتك انت حاسس بطاقة حب وطاقة قوية جدا ناحيته، بالرغم ان هو ممكن يكون فيه مشاكل انت مش شايفها بسبب مشاعرك من ناحيته، او في شخص انت عايز تعرف اذا كان الصح ان انت تكمل معاه ولا تسيبه. فكر بعقلك وفكر بقلبك، ما تفكرش بعقلك بس، ما تفكرش بقلبك بس. عندك ضغوطات في حياتك الفترة دي، حاول تستحملها، ستراس، مسؤوليات جديدة انت قدها وقدود يا برج الجدي. ممكن صحيا كمان تكون تعبان شوية، او مطلوب منك ماديا التزامات كتيرة جدا، محتاج تشتغل على نفسك اكتر وهتقدر تسدد ديونك يا برج الجدي. هناك للمنفصلين وللعزاب شخص جديد هيقتحم حياتك مختلف عنك تماما. يعني عادة لو الشخص ده انت قابلته مش هيعجبك، بس الشخص ده هيعجب، هيحصل كليك ما بينكم من اول مرة، هتعرفوا على على بعض في مكان بتتقابلوا فيه بطريقة فريكوينتلي، يعني بطريقة يعني مثلا بتشتغلوا مع بعض في الجامعة، مع بعض في الجيم، مع بعض في مكان بتزوروه انتوا الاتنين، هتتعرف على ذلك الشخص وهيجذبك وهتتعرف عليه بمحض الصدفة، وهو كمان هيعجب بيك. هذا الشخص يستحق فرصه منك يا برج الجدي، الشخص اللي هتقابله الفتره الجايه. حتى لو ما كانش مثلا، لو انت ست ما بتحبيش الراجل الطويل او ما بتحبيش الراجل القصير، هو مختلف عن الشكل اللي انت بتحبيه او اللي انت بتحبه او الستايل بتاع الشخص اللي انت بتحبه، بس الشخص ده يحتاج الى فرصه يمكن اكتر من الشخص الحالي الموجود معاك، لدرجه انت هتتبلبل وهتحتار يا برج الجدي. طيب ندخل بعد كده على برج الفيرجو. اوكي عذراء، عايزه اشكركم لان انتوا اكبر نسبه مشاهده يا جماعه. برج العذراء احنا بنعمل اللايف بعديها بساعتين الفيديو بيعمل 20,000 فيو، فتحيه لبرج العذراء وبجد ثانك يو، وبليز تعملوا شير كتير كتير للفيديو. عايزه الناس تعمل شير للفيديو لان الشير بيدعم القناه، وتعملوا لايك للفيديو. عذراء، انت تشعر بطاقه حب ناحيه شخص، ناحيه شخص معين، ولكنك تشعر بالحيره، عندك حيره لان الشخص ده مش اكسبرسيف، مش بيبان مشاعره، وانت انيشيتيف اكتر منه. يعني انت من كتر ما الحب طفح عليك بقيت بتبان مشاعرك، بقيت بتقول له وحشتني، بقيت بتقول له بحبك، بقيت بتقول له كلام حلو، هو مش بيرد عليك بنفس الطريقه. الموضوع ده غايظك جدا يا برج العذراء، لدرجه انت بدات تفكر ترجع لورا، وبدات تحس ان هو مش بيحبك. بس نصحتي ليك ان انت تصبر على هذا الشخص لان هو شخص كتوم وصبور. الشخص ده كتوم صبور، مش بيعبر عن مشاعره، ولكنه يشعر بمشاعر قوية جدا ناحيتك. يعني هو حاسس بمشاعر قوية ناحيتك، ممكن يكون مشغول او ممكن يكون في حاجات مهمة تانية في حياته. مطلوب منك بس ان انت تصبر وتتقل يا برج العذراء وما تدلقش عليه. انا بقالي على فكرة والله 3 شهور بقول العذراء ما يدلقش على الشخص الموجود في حياته. عندك طرف تالت في العلاقة، حاول تتخلص منه، حاول تركز في طرف انت عايز ايه يا برج العذراء. بس انا شايفة ان انت اوريدي بعدت عن طرف ومركز مع طرف واحد، بس انت تركيزك بقى جه بالزيادة يا برج العذراء. فانت بتحب شخص او معجب بشخص او في شخص في بالك لدرجة ان انت عايز تاخد next step، هو ما بياخدش next step، فده مضايقك ان هو ايه ده، هو ليه مش حاسس بنفس المشاعر زي، هو ليه مش بيتقدم زي ما انا بتقدم. فعايز اقولك بس اصبر عليه وهو هيتقدم، اديله فرصة، اديله سبيس يا برج العذراء، اديله مساحته. العذراء متسلط او متحكم وغيور، فلما بيدخل في حياة حد بيبقى عايز على طول يقوم ايه داخل مكوش. لا، الشخص ده كمان هو كمان ما بحبش حد يتسلط عليه وما بحبش حد يتحكم فيه، فهيبقى فيه شوية ايشوز يعني.
بس هو بيحبك، بيحبك جدا حتى لو ما كانش بيعبر، حتى لو ما كانش بيعبر. وعلى فكرة هو عنده معجبين كتير جدا بس مش شايفهم، لأنه في، لأن ما فيش أي حد في قلبه غيرك يا برج العذراء، يعني أنت المتربع على قمة قلبه يعني. طيب تعالوا بقى ندخل بعد كده على برج العقرب. برج العقرب أنت الفترة دي عايش قصة حب، عايش مشاعر جميلة، في شخص دخل حياتك وفي شخص داخل حياتك، ادي لذلك الشخص فرصة ان هو مشاعره مشاعر حقيقية، هو بيحبك بجد، هو عايز يعني ينقل العلاقة لمرحلة جديدة، وانت انت بتحس بحنين للماضي لشخص، فحاول تنسى الماضي شوية، حاول تركز في الشخص اللي معاك دلوقتي عشان ما تضيعهوش، لان هو شخص برضو غيور ومتحكم ومتسلط، هو بيحبك جدا وهو بيغير عليك جدا جدا، حاول تديله فرصة ان انت تسمعه او ان انت تتكلم معاه، او ان انت الشخص ده فعلا بيحبك بجد وفعلا عايز يعرفك اكتر. فلو بتحس بحنين للماضي نسيب الماضي شوية برج العقرب، يمكن الشخص الماضي دلوقتي مش وقته، ركز مع الشخص الجديد الموجود في حياتك. دي نصيحة مهمة جدا. قولوا لي يا جماعة الطاقة دي بتتفق معاكم ولا لا، وقولوا لي بتتفرجوا عليها من فين، والناس اللي بتتجسس على برجي كلكم احكوا لي، عايزة اعرف الكومباينيشنز الموجودة دلوقتي، الطاقات الموجودة في الكومباتيبلتي ما بين الابراج. طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء. برج الجوزاء اخيرا بدأت طاقتك الإيجابية تطلع، بدأت تحس بإيجابية، بدأت تحس بنفسك، عندك تغييرات كتيرة حلوة، عندك انطلاقة قوية جدا جدا، عندك تغييرات هتغير حياتك، وهناك من سيعود لك نادما، شخص هيرجع لك نادم يا برج الجوزاء، وهيشعر بقيمتك أخيرا الفترة الجاية وهيجي يعتذر لك. وعندك عرض حب جديد يا برج الجوزاء ما تخافش منه، حاول يا جوزاء، انتوا عندكم panic of commitment، يعني انتوا دايما بتخافوا لما حد يجي يقرب منك، لا برج الجوزاء ارجوكوا انتوا محتاجين ان لما حد يجي يقرب منك او لما حد يجي عايز فرصة معاك give him or her opportunity، اسمعوا يعني ممكن يكون حد كويس. فعندك ناس كتيرة عايزة تقرب منك بس انت مش شايفهم كلهم، لا محتاج تشوفهم، تركز معاهم، يمكن حد فيهم يلقط كده معاك يا برج الجوزاء، ممكن هو نوز. كمان يا برج الجوزاء شكلك جذاب، اتراكتيف، شكلك حلو وجميل متألق، ناس كتير عايزة تقرب منك، وشايفة عندك حاجة بتتطور، حاجة بتكبر في حياتك، حاجة نفسك ممكن يكون مشروع شغل جديد وتغيير كبير جدا، بس هيكون لمصلحتك يا برج الجوزاء ان شاء الله بإذن الله، ادعو ربنا كتير. طيب نيجي بعد كده على برج الكانسر. كانسر يا كانسر سرطان، شخص يشغل بالك، في شخص يا برج السرطان انت عامل زي الادمان كده، عارفين مخدرات، وشخص ده عاملك زي المخدرات كده، انت مش بتقدر تشيله من دماغك، وكأنه لابسك كده، كأنه الجن لابس انسان. هذا الشخص مسيطر على عقلك، مسيطر على كيانك، مسيطر على قلبك، مسيطر على حبك، مش قادر تبعد عنه، مش قادر تنساه، مع ان هو علاقته بيك on off on off، هو بيحبك او بيحبك، بس هو عصبي aggressive معاك، غيور جدا، عنده حب تملك، بيتخانق معاك كتير. فانا عايزك يا سرطان تقرر، اما هتكمل في العلاقة دي وهتستحمل عيوب الشخص ده ان هو شوية يبعد ومودي وشوية قرب وشوية يجي وشوية يبعد، يا اما خلاص يعني enough is enough وتبعد عنه بس بشكل نهائي. قرار ده قرارك انت يا برج السرطان. عندك نجاحات في شغلك، طف انت اسمك هيعلو جدا جدا لان انت شخص مخلص في عملك، وانت بتشتغل يا ابن اللذينة نو انت بتشتغل بقلبك، بتشتغل بمشاعرك الحقيقية، انت شخص حقيقي يا برج السرطان، عشان كده ربنا هيكرمك وهتنجح وهتحقق حاجات كتير جدا وهتسدد ديون كانت عليك، وهتحقق شهرة قوية لو بتشتغل في مجال السوشيال ميديا وبتشتغل في حاجة هتعمله اسم كويس، ربنا هيعوضك عن حاجات كتيرة لان انت دايما نيتك طيبة يا برج السرطان. بس نصيحة لهذا الشخص، ان عندك طاقة حب وعندك حب جديد على فكرة للعزاب ممكن يدخل حياتك، بس الشخص اللي محيرك ده يا اون يا اوف يا يا لا، بلاش اللخبطة اللي بتحصل دي. اوكي طيب ده سرطان، احنا كده قلنا، خلينا نراجع مع بعض، قلنا سرطان وقلنا عقرب وقلنا عذراء وقلنا جدي، ناخد برج ناري بقى، حمل. حمل يا حمل،
عندك الفترة الجاية دي تحديات كتيرة جدا في حياتك العائلية او حياتك العاطفية او حياتك مع شريك حياتك، محتاجين تفهموا بعض. انتوا بتحبوا بعض جدا، بس واضح ان في كلاشز كتيرة، في مشاكل كتير، في عدم تفاهم، او في ups and downs في العلاقة دي. فهو بيحبك جدا جدا، هو عايز يكمل معاك، وهو عايز فرصة ان انتوا تحسنوا كل المشاكل ما بينكم، بس هو الشخص ده عصبي وما بيصبرش، يعني مش صبور شكله بس، واجرسف شوية لما بتعصب بيبقى صعب، بس الشخص ده بيحبك. مطلوب منك ان انت تحاول ان انت تتكلم معاه، تحاول تستحمله، تحاول تعرفه اكتر، تحاول ان انت يعني تبعد عن الشكوك، لانه شخص شكاك جدا وغيور جدا جدا، بيغير عليك قوي، واضح ان انتوا الاثنين بتغيروا على بعض جدا. فهو محتاج فرصة، محتاج ان انت تديله سبيس، تديله فرصة. بلاش ولما تيجي تقفشوا مع بعض او تتخانقوا مع بعض حد فيكم لازم يتراجع، لانه واضح ان انتوا لما بتتعصبوا انتوا الاثنين على بعض بتولعوا الدنيا برج الخمل. بس هو بيحبك وانت بتحبه، هذه العلاقة تستحق فرصة. تعالوا ندخل على مين، ندخل على مين، نقول حد هوائي، احنا قلنا جوزاء صح. ندخل على برج الدلو. برج الدلو عمال تتغير، مشاعرك متأججة الفترة دي، عارفين هو بحبك بكرهك، ان شكلك واخد على جوزاء شويه الفتره دي. عندك شخص انت بتفكر فيه ومعجب بيه، بس اون اوف، لا انا معجب بيه، لا انا عايز الشخص القديم، لا انا معجب بيه، لا انا في حد قديم وحشني. عندك حيره قويه جدا جدا ما بين شخصين، او ما بين ثلاث اشخاص كمان، او شيئين، او طريقين، او حاجتين، مش عارف انت عايز ايه، مش مستقر، تايه، ضايع، ملخبط نفسك. محتاج تستقر شويه برج الدلو، ما تدخلش في اي علاقات الفتره دي، انا ما بنصحكش في العلاقات، لان انت اصلا مش عارف انت عايز ايه. عندك لخبطه قويه جدا في حياتك العاطفيه، عندك لخبطه كبيره جدا، حتى في شغلك ممكن يكون عندك شويه لخبطه، فانت محتاج تركز. في شخص ترابي انت ممكن تكون معجب بيه الفتره دي، بس هو غير مناسب ليك، او هو ممكن يكون عنده طرف ثالث، فحاول تشيل الموضوع ده من دماغك يعني. طيب ندخل بعد كده، بصوا الكلاب عمالين يتخانقوا ورا ظهري وانا مش بس سلام. ممكن تيجي تشيل الحاجات الاكشن اللي بيحصل تحت رجلي ده؟ بس يا ابني بس لو عضتني هضربك اصلا يا جماعه، قد مش لابسه شبشب. شيليهم، عمالين يعضعضوا فيا، اوريكم يا جماعه، تعالى. انا مش لابسه حاجه في رجلي، بكون شويه يوم عضدني. ما علينا، برج الدلو اخر نصيحه ليك، عايزه اقولك ان انت في اشخاص انت مش مقدر قيمتهم في حياتك، محتاج ان انت تحس بقيمتهم، الاشخاص دي بتحبك وعايزه ذاك تكون افضل، فحاول تعمل باحترام معاهم او بحب معاهم اكتر من كده. طيب ندخل بعد كده برج التورس. تورس برضو من اكتر الابراج اللي عامله نسبه مشاهده عندي في القناتين، في الكلام المفيد وفي رشا مراد. ثانك يو تورس، جو اون بليز يا جماعه، تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل اكبر عدد المشاهدين، واعملوا شير على صفحاتكم عشان ناس كتيره تشوفه. طيب برج التورس، انت الفتره دي مشغول جدا، حتى مشغول عن قلبك، يعني هو التورس على طول مشغول، على طول طموح، على طول شغل 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 شغل. بس قلت قبل كده بقالي 4 شهور، بقالي سنه بقول your soulmate is in your life، الشخص توأم روحك يا برج التور موجود في حياتك، ما تضيعهوش. again ما تضيعهوش، بتتخانقوا وبتولعوا في بعض وبتكلاشات كتيره جدا، وحين تقول لا هو مش احنا مش متفاهمين، بس انت ما بتقدرش تستغنى عنه، هو ما بيقدرش يستغنى عنك. في حب قوي جدا ما بينكم، هو بيغير عليك جدا جدا، وعنده حب تملك، حب تسلط. انت صامت وهو بيعبر، وهو متضايق ان هو بيعبر كتير وانت صامت. تحدث عن حبك يا برج الطور، اتكلم وبطل غموض. الشخص اللي بيحبك زعلان او متضايق منك لانه هو شاكك ان انت بتحبوش، مع ان انت بتحبه جدا، وده هيخلي ناس تانية ممكن تخطفه منك، مع ان هو بيموت فيك. ليه بقى؟ علشان ما هو انت مش مبين اي مشاعر من ناحيتك، وبالتالي بيبقى عايز opportunity تانية مع حد تاني. ما هو يعمل ايه يعني؟ what should he or she do يعني؟ هو فاهم ان يعني انت، هو مش في دماغك، عبر عن مشاعرك يعني، اهتم اهتم اهتم. انا هفضل اقول يا جماعة، انا عندي ناس من برج الثور اعرفهم في حياتي، اقول لهم اهتموا 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 يا جماعة، عشان ما تضيعوش ناس بتحبكم من ايديكم يعني. طيب واخر حاجه عايز اقولها لك، ان هذا الشخص يحبك حب حقيقي، ما تضيعوش من ايدك. وكمان هو عايز عايز يدخل نيكست ستيب، بس انت مش مديله الفرصه، فهو بالتالي هيرجع لورا، بدل ما يطلع قدام هيرجع لورا. ركزوا بقى. طيب
خلاص احنا كده الابراج الترابيه كلها، ندخل على برج الاسد. اسد تشعر بالملل في العاطفه، حياتك ممله شويه الفتره دي، زهقان طهقان مش لاقي اي حاجه جديده، وحاسس ان انت مش مع الشريك المناسب، ان انت مع شخص مش مقدرك، مع شخص ما يستحقكش، في شخص معين في دماغك انت بتفكر فيه، او شخص انت مرتبط بيه بس علاقتك معاه ups and downs. هو شخص غامض جدا ومحيرك ومغيرك وعامل معاك شغل عالي قوي يا برج الاسد. بس انا شايفه ان انت عايز العلاقه تستقر، بدور على الحب، عايز علاقه حب مستقره، عايز علاقه حب قويه. برج الاسد انا شايفه ان لو انت مش مبسوط في العلاقه اللي انت فيها وحاسس ان هي مش العلاقه اللي انت تطمح اليها، خلاص اقفلها، بلاش الحاجات تفضل معلقه، بلاش الحاجات اللي هي يعني خلاص انا مش مبسوط، يبقى انا ابص لحد اللي انا عايز ارتبط بيه واركز معاه. دو مانيفستيشن، يعني مانيفستيشن مع برج الاسد والسرطان والحوت هتنفع، والعقرب والعذراء تنفع جدا الفتره دي. طيب بعد كده ندخل على برج القوس. برج القوس شخص من الماضي يعود اليك، الشخص ده هيرجع لك وهو زعلان مدمن متضايق، بس انت ممكن تكون يو لوست الباشن بتاع الشخص ده وبقيت مركز في حاجات تانية. عندك معجبين كتير جدا يا برج القوس، واسد كمان عنده معجبين كتير قوي الفتره دي، عندك ناس كتير عايزه تقرب منك، ناس كتير عايزه تعرفك اكتر، ناس كتير عايزه تدخل حياتك وبقوه. بس انا شايفاك يا برج القوس مش عايز علاقات دلوقتي، مش عارفه، عندك طرف تالت للاسف، يا اما من طرفك يا اما من طرف الطرف الاخر، وعندك شخص من الماضي بيراقبك ونفسه يرجع لك وبيحبك جدا جدا، وعندك شخص جديد برضو عايز هيحصل عليك كومبيتيشن كده. انت تبقى محتار على فكره برضو ما بين شخصين، شخص من الحاضر وشخص من الماضي، شخص هيبقى فيهم حد مائي على فكره. فركز يا برج القوس عشان ما تضيعش الاثنين من ايدك. طيب برج الحوت. برج الحوت عندك نجاحات، عندك تفوق، عندك تحقيق احلام سفر، عروض حب كتير قوي يا برج الحوت. انا لسه عامله برج الحوت النهارده، عروض حب كتير قوي، شكلك جذاب ملفت للانتباه، اتراكتيف، شغال على نفسك، بتخس بتبقى جميل كده وحلو، فناس كتير قوي عايزه تقرب منك، ناس كتير قوي عايزه يعني تقدم لك كاس الحب يعني، وشايفاك محتار جدا جدا. عندك حبيب، لو عندك حبيب او لو انت مرتبط عندك في شويه زعل او خصام او عدم، يعني انتم متضايقين من بعض الفتره دي علشان هذا الشخص هو ضايقك او زعلك او قال كلام ضايقك، فحاسه ان في زعل، حاول ان انت تصالحه لان هو بيحبك وعايز فرصه جديده معاك وهو عايز يصالحك، فاديله فرصه ان انت تصالحه يا برج الحوت. وهناك شخص بيراقبك في صمت، شخص انت يعرفك وانت تعرفه بس ما بتكلموش مع بعض، ممكن يكون قابلته مره او مرتين في حياتكم، هذا الشخص يحبك حب حقيقي ويسال عنك ويتابعك ويدور عليك، وانت ممكن ما تكونش منجذب له خالص، بس الشخص ده ممكن يكون توأم الشعلة بتاعك يا برج الحوت. دور على مين قابلته وحسيت بولا حاجه والشخص ده اعجب بيك، بس هو لحد هذه اللحظه بيفكر فيك وبيراقبك يا برج الحوت. اخر برج هنتكلم عنه هو برج الميزان. عندكم يا برج الميزان انفصال عن شخص بتحبه، او عندكم بعد او زعل مع شخص انت بتحبه علشان سوء تفاهم، او علشان هو انت كنت مستني حاجه منه معينه هو ما عملها لكش، الشخص ده بيتعذب جدا جدا في بعدك يا برج الميزان، وبيحاول يبين لك ان هو مش في دماغه، بيحاول يبين لك ان هو عايش حياته بشكل طبيعي، بيحاول يبين لك ان انا اسعد انسان في حياتي، بيبين لك ان هو ناجح لان هو شايفك اعلى منه بكثير قوي يا برج الميزان. هو متضايق ان هو حاسس ان انت مش شايفه، ان هو ان انت عايش حياتك انت زعلان هو زعلان، الشخص ده بيحبك حب حقيقي وعايز فرصه جديده معاك يا برج الميزان. يعني الشخص اللي انت لسه زعلان منه دلوقتي هو عايز صالحك، بس في نفس الوقت كرامته وكبريائه وعزه نفسه بس انت موجوع منه، واضح ان هو وجعك بس مش عارفه ليه حاسس ان ده اكتر سوء تفاهم. ثانك يو، بحبكم جدا 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 يا كل الابراج. قولوا لي بتتفرجوا عليا فين، اعملوا شير، انا ممكن اطلب منكم طلب لو بتحبوني عايزين تدعموا القناه، دايما لما تلاقوا فيديو ممكن يفيد ناس تانية تعملوا شير في البيجز بتاعتكم او على انستغرام لاصحابكم او على الواتساب لاصحابكم عشان يوصل اكبر عدد من المشاهدين. ثانك يو، بحبكم، قولوا لي ايه اكتر طاقه عاطفيه مسيطره عليكم، يعني ثانك يو، شكرا، بحبكم، باي باي، مع السلامه.